هذه الزفة إهداء من رشاد وزوجته نفحة للعروستين سمر وحنين. فرحة اليوم هي كبيرة، فرحة اليوم هي كبيرة، يا الحروف بدي القصيدة اللي من رشاد غلاها، هي هدية أحلى فرحة لسمر حنين شذا. أيوة فرحتنا وكبيرة، أمهم نفحة بها اليوم حققت نفسك مناها، والعريسين بها اليوم كلهم يطبيها. سمر حنين شذا، أمهم نفحة بها اليوم حققت نفسك معناها، والعريسين بها اليوم كلهم يطلب رضا. فرحة اليوم فرحة اليوم فرحة اليوم فرحة اليوم لطلب الزفة الاتصال على الجوال 055-21-85-695. قال رشاد اليوم مهدي أجمل وأحلى هدية السمر حنين قصيدة إنها الوردة الندية. إن ربنا وكبرتو فيكم أخلاق عالية، أسعدين بطاعة الله هدي من قلبي وصية. قال رشاد اليوم مهدي أجمل وأحلى هدية السمر حنين قصيدة كنها الوردة الندية. إن ربنا وكبرتو فيكم أخلاق عالية، أسعدين بطاعة الله هدي من قلبي وصية. فرحة اليوم فرحة اليوم فرحة اليوم فرحة اليوم لطلب الزفة الاتصال على جوال 055-21-85-695. يا فخر عمري وحياتي عزها الدنيا وسندها، أمكم هذه الحنونة يا وليدي كونوا سعدها. والله بنات عمري وحياتي انتو عندي الدنيا كلها، عيني تتباهى بسندكم يا غلاي انتو أملها. يا فخر عمري وحياتي وعزها الدنيا وسندها، أمكم هذه الحنونة يا وليدي كونوا سعدها. والله بنات عمري وحياتي انتو عندي الدنيا كلها، عيني تتباهى بسندكم يا غلاي انتو أملها. فرحة اليوم فرحة اليوم فرحة اليوم فرحة اليوم لطلب الزفة الاتصال على جوال 055-21-85-695. لطلب الزفة الاتصال على جوال. يا سمر انت الابراهيم اجمل واغلى حنينة، قولوا ما شاء الله عليها يا الحضور وباركوا لها. يا حنين انت وماجد هالمسافة احلى ليلة، من ليالي العمر احلى هالليلة الجميلة. يا سمر انت الابراهيم اجمل واغلى حنينة، قولوا ما شاء الله عليها يا الحضور وباركوا لها. يا حنين انت وماجد هالمسافة احلى ليلة، من ليالي العمر احلى هالليلة الجميلة. فرحة اليوم
ثمانية خمسة ستة تسعة خمسة. لطلب الزفة الاتصال على جوال صفر خمسة خمسة. شكرت أم العريس الحفر نور مسانا، يلا حي غالي الضيف الفرح توج منانا. احنا يا ربي غانا اجمل واحلى عريس، يلا يتبارك فرحهم يلا تحفظهم من العين. شكرت ام العريس من حفر نور مسانا، يلا حي غالي الضيف الفرح توج منانا. احمي يا ربي غلانا اجمل واحلى عريسه، يلا يتبارك فرحهم يلا تحفظهم من العين. فرحة اليوم كبيره، فرحة اليوم كبيره، فرحة اليوم كبيره، فرحة اليوم كبيره. ثمانية خمسة ستة تسعة خمسة. لطلب الزفة الاتصال على جوال صفر خمسة خمسة اثنين واحد ثمانية خمسة ستة.